بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم. اذا انت تتابع الحلقه هذه معناته ان الحلقه الاولى من التهكير نزلت. ضحيتنا اليوم ضحيه شخصيتها جدا 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 هاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ولد جاهز في غرفته ما يدري عن اللي قاعد يصير، بس اني بهبل فيه حتى هو. شوف شيك معايا بالله، هنا شوف ايش مكتوب. ابدخل اشوف ايش قاعد يسوي الحين. حلو، اعلان قناه عرب جي تي قاعد يتفرج. اتوقع الحين كذا قاعد ياكل ويتفرج ومبسوط. وقف يا اخي، ما باك تتفرج. خلينا بطلع اروح الجهاز الثاني دقيقه. اي هذا جهاز الستريم. بفك شو اسمه الاو بي اس، بشوف الكام شغاله. يلا شوف شوف اللي اسوي عليه سويتش قاعد ياكل. ابو اخر شيء بس خرشه بسيطه يتفرج على سيارة الغبي ومعاه نفس السيارة. شوش بسوي شوش بسوي؟ ما في، والله ما تتفرج كذا. أحلى شيء ليش؟ لما يقعد الواحد يوسوس شوي شوي، يقول إيش في؟ إيش صار؟ إيش ما صار؟ إيش مدري إيش؟ شوش أوريه العناد مرة ثانية؟ إيه ابحث ابحث. إيه؟ وش ذا أحول ما يشوف؟ وش ذا؟ مو قادر يقفلها بالكعبه. والله ابغى احدد لي عليها، ابغى اقراها. طفل النت برا. طفل ما ادري ايش. اسري واحد تكفى. هنا واف راك سمعت الموضوع جدي والله. والله ما ادري جايني كلام ولذا ما اقدر افتح اي شيء ولا اسوي شيء. جايني كلام افصل النت على طول. يلا فصلته ورجعت شغل. لا تشبك يا اسامه. يلعن شكله طفى الجهاز كله ذا. بس تدري ايش اللي يضحك في الموضوع؟ اني لو شغل الجهاز مره ثانيه يمديني ادخل مره ثانيه. حس انه اذا طفى الجهاز راح الهاك. اتوقع انا مره خايف الولد، اتوقع دق على نواف قال يلا الجهاز يتهكر الحقوني. بحاول العب، بحاول ادخل على اي لعبه قدامي بلعب. شكله اول ما شاف اسمه، لو اول ما شاف هاك زياد هاكت فصل كل الاسلاك. الله اكبر، من زيد البي سي انشيله نكسر انا وانت. لا الله اكبر، الفلوس مو يا حبيبي. بي سي منتي لا 6 سنين قاعد احاول يسرق، ما في ولا معلومات ولا شيء. هذا خليه يسرق. كم تعال تشوف السياره دي. والله انت غافل. والله هذه اكثر 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 حاجه ما حسبت حسابها من اول ما بدات السلسله. الواحد لما يطفي جهازه متى يرجع يشغله مره ثانيه؟ ايوه. خلنا نعطيه الخرش القويه. زين انا عارف انك مصدوم بالاغلب انت بس مجرد تهديد بسيط. حتى لو عرفت انا مين ما راح تلاقيني ابدا. الله يحفظك. والله نطلع من هنا نخليه مشغول، هنا ندخل الجهاز الثاني. يا ابوي في جهاز ركان هنا كمان. نسيت اطلع منه من المقطع اللي فات. هذا ايش في هذا الجيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبغى نلعب. طف الجهاز. رجعني لا يطفي. والله ما خليك تحمل هنا، ايش مدينا تفكر بسرعه؟ بلان يا حيوان ما يزم. ما اقدر والله ما اقدر والله. اطفي صالح. والله ترى من جد مو قادر اطفي. شوف انا قاعد احرق والله. يعني ابغى العب لو سمحت. ما عندي بي سي، ما عندي بي سي، ما ابغى العب. ايش اصاح قسما بنو يا اصاحي؟ انا ما اصابي توجعني. زياد تكفى خلنا نلعب يا زياد. فورت جدول عليهم الحين سولو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين. معكم فايروس بحساب زياد، واليوم بنلعب فورتنايت سولو نو بيلدينج. ان شاء الله يعجبكم المقطع. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك. تدري ليش الحين فقد الامل؟ قاعد يحاول يطفي الجهاز ما قادر. شوف مسمي نفسه، مسمي نفسه حصيصه.
اوكي دقيقه، هذا جاسمين. جاسمين ذا يبي لكم ملابس. جاز ركان هذا، حرام والله حرام، خلاص اكلنا ركان المره اللي فاتت. نرجع جاز زياد، خلينا نشوف دخلنا جيم والله. والله دخلنا جيم. ايش والله يفن، والله يفن. معلش ما حملت فورت اليوم يا زياد، ابغى العب. وش البرد؟ طيب شوف هاي، خلك من ذا. ها شغال بسيك، ما في شيء. لا مو شغال، هذا شغال مطفي. طيب ركز معي، ما كان والله انا ادري، انا ادري وانت تدري انك مستحيل تحل مشكلتي. إيه؟ لكن اقرب واحد. يب يب يب. طيب شوف، هذا انا مطفي زين. احنا عشان نفهم في واحد. وش ذا؟ ها شوف يدي، ها يتحكم فيه. لا دقيقة، لا يكون موس في شيء. والله اني انا احسب كيف، بس هذا يطلع لي كلام اخطر. طيب وش سوى هو الحين بالضبط عشان افهم؟ دخل وكتب وسولف. كتب وسولف شغل لي. بس عرفته. من هو؟ مقطع صح؟ يب. اسالك بالله. اقسم بالله. فاير تمشي. انا مقطع. امسك عرفت تمشي. يا شيخ اقسم بالله فلة. هلا. السلام عليكم. هلا. كيف حالك؟ طيب قاعد تصور؟ قاعد نصور. سلمت اي مو علي، سلمت واحد ثاني. شوف اقسم بايات الله. ايه؟ شوف دقيقه. ايه؟ سلمت واحد ثاني بس. شوف مين؟ شوف اقسم بالله جهازك موجود بس اني ما. ايه؟ بس ما سويت لك شيء يا الواحد الثاني. تعال والله. ليش قلت لهم اليوم؟ ليش قلت لهم؟ وقف هذه حركات تسويها فيني. ها انا اكبر حمار. ايه انا حمار. انا بعلم تكفى حمار. ايه اسوز يا اخي اشكرك، يا اخي اشكرك. لا لا ما خلصت، انا ابي احذف العاب، احذف شيء. ايه احذف العاب. طيب دقيقه، وش يلعب يقول كود 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 يلعب كود رانك. تطول وينها كود؟ روح بكر. هذه بحذفها. احذف بلاك اوبس. ايوه ركان. احذف كم. يلا الحين يلا تعال. جوالي والله يجيب هذا جوال. طيب خلاص. ليه؟ والله بصراحة للأسف ما كانت هذه الخطة المضبوطة على زياد، كذا حسيت انه هج الموضوع، ما ادري كيف فجأة داهمني هنا. بس الشيء اللي انا مرة مبسوط منه الحين انه في صار اثنين معي في الفريق كويس، جاء معنا واحد ثالث عشان نمسك واحد رابع.